ياما افهميني افهميني. طيب هي اللي هربت، انا ما طردتهاش والله ما اعرف راحت على فين. هي اللي هربت، خدت البت معاها. هتكون راحت فين يعني؟ الحجي مرت ولدك نيله على ولدك وسنينه عطيه خلود، مرت خلف عند ابوها كانه ولدك زعطها. يا نهار اسود، ايه هتولع في البيت؟ مراتك عند ابوها يا عادل. الحق تعالى شوف خدتك الاويه، ده طلعها منك يا واد. غنيمه، ايه اللي جابك هنا يا زكية من غير لياحم ولا دستور؟ بنتك خلود اتخانقت مع جوزها. قولي ان ولدك هو اللي دايما بيبهدل بيتي. ظاهر ان مفيش فايدة لا فيكي ولا في عيالك. بقولك ايه؟ حليها يا غنيمة احسن. زي ما سكت على الراجل اللي دخل البيت وما فتحتش بقي ترجعي خلود لخالف. فهمتي؟ صباح خير يا كريمة. زكية خشت أوضة غنيمة. يا مري، هتقعدي هنا شوية لحد ما تقومي بالسلامة. الأوضة الغريبة دي يا بابا، كل اللي عاوزاه هيجيلك لحد عندك. بابا حد لجوزك وولدك خلف معاك يا زكية، عاوزكم في القاعة بالليل. هيبة خرج بيتي، فين يا هيبة؟ سبتها تنام شوية. روح اطمن عليها. قلتلك نايمة ما تقلقيهاش. ترجوكي يعني يا اخوي. هو احنا هنا لوحدينا ولا في حد معانا؟ هو انت على طول مخضوضة كده؟ انا عايز اسمعك الاغنية الجديدة بتاعتي، ممكن؟ اه ماشي. لا لا على فكرة، بص انت فهمتني غلط. انا هقول لك حاجة، انا عايزة اروح. اوكي اروح. ايدك على فكرة. انا ماهر صافي فاهمين. لا لو سمحت
لو سمحت ماهر. أرجوك يا ماهر افهم. ماهر 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 لو سمحت ماهر لو سمحت لو سمحت مفيش حاجة لو سمحت يلا بينا نروح من فضلك لو سمحت. أماني أنا عارف إنك جدعة وعارف إنك جربت السكة دي وطلعت منيها. أنت ناسي إنك اللي ودتني المستشفى وصرفت عليا لحد ما بقيت كويسة. أنا جايالك على طول يا أبو هيبة. جوام جوام يا أماني وحياة أبوكي. سيادتك 30 قضية غير اللي معاهم ولسه ما جاش. من ميت القضايا دي عندنا كلها. حضرتك أنا كنت بتكلم كتير ومحدش كان بيرد عليا. قضايا سياحة مرفوعة من السياح في الفندق بسبب الإهمال. وخلف بيه كان بيقول لي أنا هتصرف. ده غير قواضي المباني والسكان في الكومباوند. وبرضه عطية بيه كان بيقول لي أنا هتصرف. وإحنا نايمين يا ماهر. أنا كلمت حضرتك كذا مرة و حضرتك ما كنتش فاضي. روماني حضرتك اغلبها قضايا تعويضات وهنضطر ندفعها.